هتكلم اليوم عن الصوفية، ممكن أعملها حلقات وممكن لأ مش عارف، لكن أتكلم عن المفهوم العام للتصوف. نزعة إنسانية مش خاصة بكل دين، مش معناها إن هي خاصة بالإسلام بس أو بغير الإسلام بس، هو موجود بصور أخرى حتى قبل الإسلام لكن مش بالمسمى ده. فأول مثلا لما بيجي ذكر للصوفيين قدام الناس اللي مش قارئة عنهم، بيجي ناس درويش و بيمدحوا في المغالط، ده نوع من أنواع الصوفية، ودايما بيتاخدوا بطريقتين، يا إما دجالين وكسلانين ومش عارف ايه مبيعملوش حاجة في حياتهم ودول شطحات غريبة، يا إما إن هما ناس قريبين قوي من الله وتقيين. عشان كده أنا عايز أتكلم عن الموضوع ده. أتكلم عن علاقتهم باللغة وعن أشياء كتير كمان عنهم. التصوف زي ما قال أحد، لا أتذكر مين، قال إنه أقدم شكل العلاقة بين الإنسان والله، وكمان الشكل الممتد عبر العصور، وبيترك فيه الإنسان بيترك فيه للإنسان أبعاد وأنماط وإبداعات. في فيلسوف حلو اسمه ويليام جيمس، هو برجماتي، اتكلم عن التجربة الدينية وقال إن الأساس في التجربة الدينية هو المحسوس، يعني شيء بنحسه وبنعيشه، إحساس بتوافق تلقائي أو مغصوبين عليه بيننا وبين نفسنا وبيننا وبين مخلوق أعظم. والنشاط الديني ده بيغذي اللاشعور، وكمان بيخلي في اللاشعور ده يحصل اتصال بكائنات أعظم من إنسان أو غير ذلك. عشان كده ممكن نسمي ده الله أو الألوهية، وده ما بيحصلش من الخارج بل من الداخل الذات نفسها، لأنه زي ما قال شعور قوي بحضور إلهي. وعلى ده قال في 3 عقائد للحياة الدينية. أول حاجة إن العالم المنظور جزء من عالم غير منظور يمده بكل قيمه. تاني حاجة إن غايات الإنسان الاتحاد بهذا العالم غير المنظور. تالت شيء العقيدة إن الصلاة هي مشاركة مع الألوهية، فعل له أثر بالضرورة. بيقول جيمس كمان إن التجربة الدينية بتتفق مع التجربة النفسية، لأنها بتدلنا على إن تحت المجال الضيق للشعور ده اللي احنا بنحس بيه منطقة عميقة جدا بتستمر فيها الحياة الباطنية، أكن الإنسان ليه جوف يحيا فيه الكثير من الأشياء التي لا يعلمها. ومن التيار في الجوف ده بتطفر عواطف وإلهامات فجائية بتبدو في الشعور، في نوع عالي مما تحت الشعور بيرفع النفس فوق الحياة الجسمية إلى حياة روحية ممتنعة على العقل والإرادة. يعني في منطقة لا شعورية يتم الاتصال بيننا وبين الإله وبين سائر النفوس. وعلى أساس ده بيقول إن خصائص التجربة الصادقة تجتمع في التجربة الصوفية. عشان كده أنا جبت خصائص التجربة الدينية دي. التجربة الصوفية لون من التجربة الدينية. هي بتقوم على ايه بقى؟ بتقوم على حدس اصيل ولها اثار نافعة، وبما انها تحت الشعور تتصل بطائفة من ظواهر معلومة، في خصائص مشتركة لكل ما يسمى في الاسلام بالصوفية. في تاني اللي هي الروحانيات، في خصائص لكل دول. اول حاجة الاستعصاء عن التعبير، يعني التجربة ذاتية وفردية خالصة تمثل حالة من حالات الوعي المفارق والتي لا يمكن التعبير عنها أو وصفها بالكلام ونقلها للآخرين. يعني التجربة فيها تجربة ذاتية جدا، اللغة فيها فضلة ليست شكل من أشكال التمام التعبيري. النقطة الثانية النسقية الفكرية، الأمر الطبيعي إن تتعارض معطيات الخبرة الصوفية وتجافي النسقية الفكرية من حيث انها وعلى تنوع انماطها وصورها وحالات وجدانية وعاطفية لا تقع في نطاق العلم ابدا، يعني ما نقدرش ان احنا نمسكها.
لأن العلم منهجه الاستقراء والخبرة الحسية، عشان كده ما يقدرش التحقق من صدقها. بس الخبرة الصوفية بتمد صاحبها بنوع من النسقية الفكرية والمعرفة اليقينية، لكن لا يمكن التصديق على هذه المعرفة النورانية. وعليه بالصوفية إن هي بمختلف بقاع الأرض واختلاف الزمان ممكن التعميم فيها، يعني التجربة هذه تضفي على الشخص فقط أشكال من أشكال الإشارات والصور والمعاني التي لا يمكن نقلها. هي لا يمكن علمنتها، لأنها هي أساسا العلم يقوم على شيء ثابت ويقوم على لغة، لغة يمكن أن تدل. هذه اللغة أقصد بها الحروف. في الحالة الصوفية لا يوجد حروف إلا إشارات قليلة جدا. النقطة الثالثة من خصائص التجربة الصوفية اللحظية والتلقائية، ويراد بها الغياب للحظة المؤقتة للوعي والإدراك بالذات وبالاعتبار. يعني الشخص الصوفي ده أو الروحاني ده بيبقى عنده آن، الآن ده بيتسع وبينكمش وبيدرك فيه أشياء كثيرة جدا. الأمر ده أنا بالنسبة لي كل الناس بتحسه، لكن الدرجات بتاعته بتختلف. الدرجات مش معنى فوقية أو دونية. هناك أناس التلاشي عندهم نشط جدا، الذات مش محدودة بالجسم، يعني هو مش في جسمه بس، جلده لا يمنع اختلاط بكل شيء. النقطة الرابعة في خصائص التجربة الصوفية السلبية التامة، وبيقصد بيها ان السالك بالطريق الصوفي من حيث انعراج روحي صاعد، ورغم ما يبذله من جهد ومعاناة أثناء سيره المحفوف بالعقبات للارتقاء من مقام إلى آخر، كل هذا تجربة شخصية. وأن الارتقاء هذا في النور شكل من أشكال اللامنطقية، ولكن لا يمكن نبذ اللامنطقية الفردية بحجة أنها لا تتماس مع العقل. أنا بشوف أساسا إن وجودنا ذات نفسه لا منطقي. بشوف إن وزعنا أساسا ليه تداول الأفكار والإيمان بأفكار أيا كانت الأفكار إيه شيء لا منطقي. فأنا لا يعني إيه لا أصنف الأمر إن كل ما هو خارج العقل وخارج المنطق لا يوجد به حقيقة للذات، ولا يوجد به معنى، ولا يوجد به شيء. لأ، المعنى موجود في كل شيء، في المنطق ولا منطق. ذكر جيمس بقى في كتابه البراجماتية خاصية تانية اللي هي التوحد بين الذات والموضوع، وهذه من أخص أوصاف التجربة الصوفية. وده اللي أنا قلت عليه من شوية، إن هو ليس له جلد، يعني ليس له حد لذاته. هو ينتثر يتحد، ولا ينتثر ويتحد فقط، بل يتشكل في الشيء ويتشكل في غيره. فهو ليس هو، وليس هو السوى، هو كل شيء.